يسلم معي من طرف دبي. طبعا كنتم محتاجين لاي النقاط الثلاث، ما اقول لك اي نقطه، ولكن الحادثه التي حدثت الهدف. رامي انا معك، الهدف لا يجب ان لا يدخل بهذه الطريقه، عرف متعارف الروح الرياضي ولكن ليس قانون. بسم الله الرحمن الرحيم. للاسف اصبح دوري الامارات اصبح فيه اشياء وايد قبيحه جدا للاسف. دوله مثل دولتنا هذه الرائعه الحلوه الجميله يصدر منها للاسف في مجال كره القدم فقط قاعدين نشوف اشياء سيئه كثيره جدا جدا، ما لا تعد ولا تحصى للاسف. يعني حادث الحمد لله الكماني، انا بتكلم كل صراحه، انا بقول لك الحادث، الهدف تجالي متردد يسجل او ما يسجل. صحيح. حمدان الكمالي يقول له سجل سجل سجل، بعد ما سجل. سمعت حمدان؟ نعم سامعه بهالاذن. نعم. سامعه قال سجل سجل، بعد ما سجل يوم يدقيت حمدان سامعينك، قال اسمع كابتن والله اسمح ما قلنا له نحن ما ادري شو، بدا يتعذر. للاسف الاعلام انا متاكدين الاعلام راح يطلع وراح يبهر لحمدان اخلاق العاليه. بالعكس انا اعرف ديوب واعرف حمدان، نحن نلعب كره قدم من 15 سنه نلعب كره قدم، عارفين اللعيبه. ديوب لها اكثر من 3 4 سنوات في دوله الامارات، عمره ما سمعنا خطا، اظن ما انطرد في اي مباراه. للاسف في النهايه وقفوا الجماعه الاعلام مع حمدان الكمالي وكانوا مجهزين من تحت الهواء، نحن عارفين هالاشياء مجهزين لان حمدان انا يبهروره ويبيضون صحته هذه. للاسف 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 برنامج جيم اوفر. الاخ عمر جيمان مجهز اخلاقك العاليه يا اخ حمدان، للاسف مو باخلاق عاليه بس طلع ديوب وتذكر قالوا بغي يصالحونهم يعني لا اوكي ترى صالحه بس الخطا خطا ولازم تتعاقب اللاعب على الخطا، مو بانك تقول والله اخلاق عاليه وهذه هل افلام هالشو نحن عارفينه، هل شو ما يمر علينا نحن لعبه الحمد لله عارفين وفاهمين. لو كان عند لو حمدان يبي يبرر الخطا او اي شيء شفناها في الدوري الانجليزي شفناها في اي مكان، اللاعب الفريق الثاني خلى الفريق الخصم سجل وعاد وعاد وفي فريكسون طلب يعاد المباراه بتسوي الهدف السيء في النهايه، اما انك انت تجي بعد ما سجلت الهدف تجي تبرر، هذه مو علينا هالاشياء، هالشو مو علينا للاسف. كابتن حمدان اخلاق، اذا عندك اخلاق برر سوي لي اياها في الملعب، سوي لي قبل ما تكون حادثه. رده الفعل تبان من اللعيبه الكبار بعد الهدف بتبان، مو من قبل تقول سجل عقب ما نبت التعادل ابحث عن تبرير الخطا. هارد لك للاسف. هارد لك مشكورين.